اهلا بك ست ساره الخطيب. بدايه انا حابه تعرفين حالك للمشاهده الكريم، من هي ساره ومين بدت حياتها وبيئتها الاجتماعيه؟ تفضلي. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. انا الاعلاميه ساره الخطيب، اعلاميه، عندي مجال بالاعلام كلش هوايه. نشات من بين اب مثقف متعلم دارس واصل، والدي مصارع بطل دولي، بين أم مثقفة واعية واصلة عندها إدراك بالحياة، صنعت مقابلها، صنعت نفسها والمقابلها والجو العائلة، صنعت أمان طمأنينة. حالي حال أي بنية، جاها شاب، هذا الشاب مو بعيد علينا، يعني هو من أقربائنا، شافها فترة من سفر من سفرات، اقترح موضوع الزواج بعد ما نعجب بيها بشكلها بأخلاقها، قد يكون أشياء يعني أعجب بها، حالة حال أي شاب. يعني زواجك كان تقليدي؟ قد يكون تقليدي نوعا ما، لكن بعد انخلق حب. قد يكون مو فترة خطوبة، أنا فترة خطوبة ماتي ما شفته، لكن كانت أختي الله يرحمها هي شافته وتعرفت عليه واشترت لي ذهب. هاي أختي هي اللي ربتني من أنا صغيرة. أي ف يعني بد يعني قصتي عادية تقريبا بدايتها. شتي انت موظفة طالبة؟ لا، أنا كنت طالبة وكنت دا أدرس وعادي كملت دراستي، يعني خلال فترة الخطوبة والزواج. خلال فترة الخطوبة يعني، وكملت ثالث متوسط من على فترته. تزوجت، يعني كان زواج كلش طبيعي، كان رجل محترم، إنسان محترم، من عائلة محترمة كلش، والدة إنسان كلش محترم، والدتي إعلامية اللي هي عمتي. تمام. يعني أنت عشت ويا فترة الدراسة، هو كان متعلم أم لا؟ شلون صارت بداية علاقتكم؟ وهمتين عرفت أنه والدتي قريبة فكرياً لحضرتك. لا، هو كان مدارس بسبب ظروف، منتسب كان على ذاك العهد، يعني مدارس بسبب ظروف المجتمع العراقي اللي إحنا بيه، أو بسبب ظروف الطائفية اللي مرينا بيها، الحرب، القتل، تعرفين قتلت هواي طموح من شبابنا، فلهذا السبب. لكن هو كإنسان مثقف واعي فاهم. تعرفين أنت اليوم الثقافة ما تعتمد على الدراسة، صحيح. تعتمد بدرجة أكثر على الوعي. هو كان عنده وعي كلش، كان حامل مسؤولية من هو صغير. حلو، يعني تقولين صفات كلش حلوة بالزوج. مناسب العمري، مناسب العمري، يعني تقريبا يعني كعمر شباب احنا اثنيناتنا، يعني بدايتها من الزواجت. تزوجت بعمر كلش يعني كلش كنت بي صغيره، هذا العمر تقريبا ما يقارب 17 سنه الى 18 سنه تقريبا. يعني عادي، كان زواجنا كلش حلو طبيعي. حصلت على بيئه مالمه نفس بيئتي اللي انا كنت بيها، يعني رجل مثقف مع عائله مثقفه محترمين، ضحك، شقة، ضحكة الحلوة، والدة عمتي كانت كلش إنسانة جميلة، يعني تعرفين يعني كل هاي الشغلات كانت إيجابية بالنسبة لي أنا. حقيقة هذا العمر اللي هو 18 سنة لا نقول غير مناسب، لكن قد ما تكون الفتاة مؤهلة من قبل العائلة ومن قبل الأسرة اللي تربت فيها قد يكون مناسب وقد يكون ناجح، لأنها بداية النضوج العقلي. والدليل على هذا أنه العسكرية هي تكون في سن الـ 18، ما معنى بدأ الشخص أنه ينمو عقليا وكذلك جسديا. لكن يبقى هنالك أكو مكملات لهذا العمر اللي هي مسألة الدراسة. بعد يفضل أن تكون الفتاة بعد إكمالها الدراسة الجامعية تكون مؤهلة للزواج لكي تتفرغ إلى الأسرة وعطاء حق الأسرة بشكل متكامل وبشكل سليم، لا يكون تقصير من جانبها تجاه الأسرة، وبالنتيجة سوف يكون لديها عمل، يكون التوافق ما بين العمل وبين الأسرة أكثر ناجح مما لو كان ما بين الدراسة وبين الأسرة. فبالتأكيد يعني الفتاة في هذا العمر هي تكون ناضجة ومؤهلة، لكن وفق تنشئة وتربية الأسرة لهذا العمر. بعدين الحياة حلوة، قلتي ماكو أي مشكلة، يمكن ذكريات حلوة هماتين ذكرينا، يعني بداية أول طفل وبعدين الأطفال من جوي. نعم، تفضلي. فترة الحمل مالتي اللي كان صار عندي أطفال، أول شيء كان عندي يعني صارت حامل،
كن يعني هذا كانت اكبر مزحه بحياتنا، انه هو ولد 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 بالاخير تجي بنيه. يعني لحد احنا اخر لحظه متوقعين احنا ولد ومؤثثين الغرفه لون سمائي يعني لون الولد. وبعدين جت بنيه والحمد لله والشكر. يعني ذكريات حلوه تذكرين انه اشياء حلوه كانت بيناتكم؟ ما اقدر. صار الطفل الثاني كمان يعني همات بنيه جتني. اي بعدها مرينا بازمه داعش. يعني احنا كنا ساكنين بمنطقه من ضمن المناطق اللي احتلها داعش. بلا ما نذكر مواقع وتفاصيل، بس هي مناطق من المناطق اللي احتلها داعش. تعرفين هو كان يعني منتسب واخوانه بالاستخبارات وكذا، فكان بيتنا خط احمر، فاحنا كلش تاذينا. تاذينا من الناحيه الماديه، من الناحيه الانسانيه، من الناحيه الاجتماعيه، من كل النواحي احنا اذانا داعش. يعني من كل النواحي. اقدر اوصل كلمه انه سبب انفصالي كان بسبب داعش. نقلتنا من بيئة إلى بيئة ثانية. يعني البيئة الأولى كنا مرتاحين نفسياً وضعياً، حالتنا المادية. تعرفين المناطق اللي احتلها داعش خسرت كل شيء. يعني الطلع طلع بس يدوب حامل نص، لو طلعوا حامين جنطة ملابس، هم لو طلعوا ما حامين. إحنا من الناس اللي ما حملنا جنط ملابسنا يعني من طلعنا. يعني تهجرنا الحمد لله والشكر. هم كون لي بيئة ملائمة لنفسي، ما أقدر أنكر. نعم عشنا ببغداد، هو أصلاً عمل ببغداد وأقرباء ببغداد. يعني هو صح كان من منطقة خارج بغداد، لكن كان أسلوبه وطبعاً، وأنا قلت لك مثقف هو واعي. أي فكانت أسلوبه ويعني وثقافته لا كان زين. يعني بداية كل مشكلة أو مشاكل تؤدي للطلاق لازم أكو مشاكل أو زعل. يعني صار زعل بيناتكم، رحتي لأهلك، شنو اللي صار؟ أول السبب البيئة اللي اختلفت علينا من ناحية النفسية. من انتقلنا من بيئتنا إلى داعش اتدمرت داخلنا نفسيا، ومو بس أني ولا بس عائلتي، هواي عوائل اتدمرت بداعش. اللي صار خلق أصغر من عنده، اللي تحطمت نفسيته من الداخل، اللي سووا عنده عقد نفسية. الحمد لله والشكر احنا ما كسرتنا الأزمة مثل ما نريد نقول، يعني كسرتنا كسر، لكن لا خلت حايز بينا فراغ. يعني عشنا اكو فراغ، ايام فراغ، حالة تكوين انه احنا بدينا من الصفر، انه احنا كذا. يعني خلقت جو مو ملائم، مو نفس اللي جو اللي احنا كنا بيه. كنا عائلة سعيدة، متواضعين، محبة اكو كانت داخلنا من ناحية طرف الاهل. يعني انا يمكن انا البنية الوحيدة اللي ما عندها مشكلة لا ويا العمة ولا ويا الحما ولا ويا ولا احد. يعني جديات انا لا كان عندي مشكلة ويا حمواتي، ولا كان عندي مشكلة ويا عمتي، ولا كان عندي مشكلة ويا حمويني، بالعكس كنت كلش احبهم. قلت لك خلقت ازمة نفسية داخل كل مجتمع عراقي اللي فقد بيته. احنا مو بس فقدنا بيتنا، فقدنا بيتنا، فقدنا أموالنا، فقدنا ناسنا، فقدنا يعني المجتمع كله تتغير. لكن إحنا ما تغير عندنا كصورة إنه هاي منطقة وهاي بغداد، لا إحنا كنا بأهل بغداد، لكن تعرفين المستقر الوطن هو البيت، وإحنا من راح وطن البيت مالتنا بعتبر راح الوطن مالتنا. أثرت بينا جانب سلبي، يا صار عندنا قليل التفاهم بيني أو بينه. ما أريد أدخل بشغلات سلبية أكثر من ناحية الانفصال، لأن ما بعد الانفصال قد يؤدي إلى كارثة لكل امرأة. حقيقة هذا الأمر هو أمر جدا مهم وضروري، وكثير من العوائل قد تأذت في جوانب عديدة عند دخول داعش، وخاصة في الجانب السيكولوجي النفسي. لكن يبقى إذا كان كما ذكرتي أنه في بادئ الأمر هي مستقرة من الجانب التفاهم وجانب الانسجام مع الزوج، وخاصة بعد فترة طويلة ولديها من الأطفال، يجب أن تكون لديها القدرة والقابلية على التكيف مع الوضع الجديد، ولا يكون للجانب المادي تأثير على مستقبل هذه الأسرة أو هذه العائلة. أول شيء البداية أنه موضوع هذا موضوع داعش، وموضوع صارت المحافظات والعالم اللي تهجرت من عندها، صار أنه موضوع أنه الزوجة أنه يكون كل الزواج والطلاق خارج المحكمة، لأنه كون أنه كان وقت داعش كانت ماكو دوام، ماكو دوائر رسمية ولا محاكم، فكل يكون دائما خارج المحكمة. فأنه يتصور أنه يصير العقد ويصير الزواج
ويصير الطلاق كله خارج المحكمة. هذا أول موضوع، هذا شوي عانينا من عده داخل المحاكم ورا ما صار التحرير وما صارت الوضعية شوية تمام. أما بالنسبة لموضوع الحالات، عندنا كثير من هاي الحالات صارت عندنا، من موضوع أنه الحالة الاجتماعية والحالة النفسية والحالة المادية للزوج وللزوجة أثرت على العلاقة الزوجية بين الطرفين، ما أدى صارت المشاكل بيناتهم، أو مرات الزوج يكون يعني ينفقد أو يكون داعشي. هاي مواضيع من عندنا، هاي من هاي الدعاوى اللي صارت عندنا، انه يكون الزوج داعشي والزوجه تجي انه البغداد والزوج هو يكون داعشي، فهنا شوي نلاقي صعوبه انه شلون نثبت الزواج وكون اكو طفل بيناتهم. هذا من باب. من باب ثاني ايضا اكو موضوع انه العراقيين اللي صار الهجره خارج العراق واللي صارت بدول اكثر من دوله خارج العراق، يعني عندنا صارت حاله مشابهه قبل فتره معينه، انه الزوجه تطلقت خارج العراق يعني دوله اوروبيه، والعقد كان يعني لغه انجليزيه مو لغه عربيه، فهنا الزوجه ظلت حايره والزوج طلقها وعافهم وراح وثبت الطلاق وانتهى وراح. وهاي الحاله انه صارت انه هي ما تعرف انه شنو اللي تقيمه وشنو اللي تسوي، يكون هي هناك ببحثها، فتعرفين صار بموضوع اتصال وجهنا تكون لازم تروح للسفاره العراقيه اللي تكون موجوده هناك حتى تترجم الزواج اول شيء، وراها تترجم الطلاق وتثبت به الطفل من ضمن العقد الزواج، لان هناك حتى ما عنده اي مستمسك يثبت انه هو عراقي، تمام؟ وعلى اثرها انه يكون ترجع الزوجه للعراق وتصدق اول شيء عقد الزواج وينهي تنهي خطوه الزواج، اوكي؟ وبعدها تقيم دعوه تصديق الطلاق اللي صار ايضا خارج المحكمه، وعلى اثرها تقدر تطلع جنسيه او مستمسكات الطفل بعد انه بعد ما تصدق عقد الزواج الخارجي امام المحكمه، وتقدر على اثرها انه تقدر تكمل مستمسكات الطفل وتكمل مستمسكاته بصوره صحيحه كامله. ها بالنسبه للموضوع يكون زواج خارج المحكمه، يعني ان كان سواء كانت في ظروف داعش، المحافظات اللي صارت في ظروف داعش، او العالم اللي سافروا خارج العراق. انا بالنسبه لي عشت ويا طليقي ما بين تقريبا 9 سنوات ونص، وهو حاليا يمكن احتمال راح يسمعني شيء اكيد واكثر من هاي. انا ولا مره زعلانه راح البيت اهلي، هاي اول مره، وهي كانت زعلة وهي كانت طلاق وهي كانت أصلاً راحة بلا رجعة. يعني وصلت لقرار نهائي إنه أنا لازم أنفصل. تقبل الموضوع. تقبل الموضوع لأن قلت لك من إنسان اليوم عدم تفاهم، أنت ما تقدرين تعيشين وياه. أنت اليوم من عندك أطفال لازم يكون سبب رئيسي التفاهم بحياتكم. من السبب الأول يكون تفاهم بحياتهم حتى تقدرين تأخذين وتطين بالحياة. إذا انعدم التفاهم، انعدمت معاها الثقة، انعدمت معاها المحبة، انعدمت معاها الأمان اللي تحسين بيه داخل البيت، ما هاني على أي شيء قمت ما أتفاهم، هو نفس الحالة، قام على أي شيء ما نتفاهم. يعني أنت مو بس أنت تسوي، جوزتي هم كان هو كان يعاني من هذا الموضوع أنه هو ما متفاهم وياك، فهو بعد ما يقدر يكمل. بعد وصلنا لفترة أنه إحنا بعد ما قدرنا نكمل، لكن أنا نصيحتي ككل امرأة. هسه نجي. إذا تقدر. نعم. أنه تكمل. وتكمل حياتها، كل إنسان عنده قدرة. نعم. هاي القدرة يقدر يتحملها ويقدر ما يتحملها. صحيح. أكو إنسان وصلت عنده أنه خلص أنا قدرتي اليوم لهنا، أنا خلص بعد انتهت عندي قدرتي. زين قلتي أنه هذا وهي زعلة وهي كل شيء وصار طلاق، يعني إيش قصر فترة الزعل خلال فترة سوتي قضية الطلاق لو صار إجراء ثاني؟ لا بالبداية ما قدمت قضية طلاق، طبعا أنا بعد زعلي سنتين يلا انفصلنا، يعني ما كان مباشر الانفصال لا. يمكن هو كان بفكره انه انا راح ارجع لوعي، وانا كنت بفكره انه هو راح يرجع بوعيه. يعني فهمتيني شلون؟ يعني منفصلين انفصال عادي بدون انفصال، لا كلام بيناتنا، لا رسائل، لا مواصله بيناتنا نهائيا. لكن قدمت نفقه اطفال. قضيه نفقه اطفال بدون اي نعم. هذه كنت اشوفها حق شرعي بانه يصرف على اطفاله، حتى لو انا كنت ساكنه ببيت اهلي، هذا من حق الشرعي انه هو يصرف على اطفاله. طبعا اكيد الحاله تحفظت باسباب اخرى كثيره للطلاق، لكن السبب الرئيسي اللي ذكرته هو سوء التفاهم. تلاحظين اكثريه الطلاق بمسببات اخرى، كالتعرف على عن طريق الانترنت على شخص، عن طريق الطريق والى غيرها، واذا بالنتيجه تخرب حياتها وثم لا تستطيع ذاك الشخص اللي تعرفت عليه فتره قصيره انه يهجرها وهي تكون الضحيه.
فهذه أنا لا أذكر على هذه الشخصية، لكن أذكر بشكل عام إن جنرال. هنالك مسببات كثيرة، إحنا لا نستطيع أن نقول أنه يكون ما لم نضع النقاط على الحروف من خلال معرفة المسببات الحقيقية لهذا الموضوع. سوف أقول لك قبل أيام، أروي لك رواية. أحد الأشخاص تقدم إلى فتاة وتزوجها وكان الأمر جدا سليم. شوفي إحنا لما نأتي يجب أن نضع النقاط على الحروف، يعني ما معنى أين المشكلة وما هي أسبابها وكيفية المعالجة. إذا إحنا وضعنا المشكلة ووضعنا مشكلة فوق المشكلة، إذا هنالك وتأتي ماكو وجود سبب للمشكلة، مثل ما هذه القضية سوف أرويها لك. أنه إذا فجأة الشاب يأتي والد ووالدة الزوجة ويأخذوها من إيد الشاب ليسألهم، يقولهم شنو السبب اللي أنتم أخذتوه زوجتي، يكون الجواب من قبل الأب، بعدين تعرف، بعدين أطلع لك ياها يم الشيخ مالك. طيب أجا الشيخ يابا شنو المشكلة، ها بعدين أقول لك إياها. لاحظي إذا هنا شنو أنه ماكو مشكلة، هي سوى مشكلة وهي ماكو مشكلة، دا تلاحظين. لكن لو تجين إلى الهدف من هذا العمل كله، أكو هنالك إناس لا يرغبون بأن يجدون شخص مرتاح، شخص قائم علاقة محبة مودة تفاهم انسجام مع زوجته، وهو يشعر بالنقص في داخله. بالضبط هذا اللي ذكرته الحالة، أنه صار تدخلات. أها لاحظي شلون، فهذا الأب اللي أخذ بنته كانت مستقرة، هو ما مستقر مع زوجته، هنالك مشاكل، هنالك عدم تفاهم، عدم انسجام، على الرغم من عندهم أطفال كثيرين، لكن هذه الأطفال اللي سووهم إسقاط فار، لكن حياة زوجية مستقرة هنيئة فيها من التفاهم، من المودة، من المحبة، من الاستقرار، لا وجود لهذا. تتفهمين؟ صار عندهم نوع من الغيرة، كيف يحاربون هذا الشاب؟ من خلال أنه أخذوا زوجته. بل الأدى من هذا، الأدى من هذا أنه ماذا حصل؟ أنه أهل الأم اللي هم يصيرون خوال البنية ادخلوا بمدخل سيء، واللي احنا نعرف اذا كان الجد موجود يكون هذا صمام الامان بالعائلة، مو؟ لكن هذا صمام الامان كان صمام سلبي لدرجة انه ماذا وضع؟ وضع انه مباشرة اخذوا البنية وطلقوها، صار طلاق لمجرد ماذا؟ كان هنالك هدف من قبل الام والاب لاهداف سلبية اخرى كثيرة، وبالنتيجة منه صار الضحية، صارت البنية ضحية والشاب ضحية. إذا لاحظي هنا لو نأتي لو عرف السبب لبطل العجب. يعني إحنا مشكلتنا ولو خارج الموضوع، مشكلتنا بأن عندما يحصل انفصال أو عندما يحصل طلاق نرى أحد الطرفين وخاصة الطرف النسائي باعتبار الأطفال دائما هم الحضانة يمها، تشوف تحدث هناك نوع من التعبئة ضد الزوج، الزوج كذا الزوج كذا، هذا يجعل بأن هناك كره وحقد للطفل على أبيه باعتبار هذه الإملاءات وهذه المسائل تأثر على عقلية الطفل. ولكن نرى والحمد لله هذه الفتاة وهذه المرأة هي ملتفتة إلى هذه القضية ويعني تتكلم بضمير وتتكلم بشفافية عالية وبإيمان بأن الزوج هو زوج جيد ما بأي عيوب، ولكن هناك قضايا نفسية إن شاء الله نجي خلال الموضوع. هذا جانب. الجانب الآخر خلينا نطلق اليوم تسمية على هذا الطلاق، أنا سميته طلاق المثقفين. ليش طلاق المثقفين؟ لأن هو إنسان حسب وصف زوجته إنسان يتحمل مسؤولية، إنسان متمكن من الناحية الأدبية من الناحية الدينية، ومتفهم زوجته ومتفهم هذه الحياة ومحترم مشاعرها ومحترم رأيها ومحترم حتى الحياة الزوجية، وكذلك بالنسبة للزوجة أيضا محترمة كل هذه القضايا. ولكن هذا زواج المثقفين يعني حسب دراساتنا يندر فيه حصول انفصال وحصول طلاق، قد يحصل هناك فتور عاطفي، قد يحصل هناك طلاق صامد، قد يحصل هناك زعل، قد يحصل هناك قضايا، ولكن
لا نتوقع من هذه الفئات أن يحصل طلاق دائمي، باعتبار بأن برغم من هذه العقلية الإشارية وهذه الثقافة وهذا الإيمان وهذا الحب، أنا متأكد هناك بيناتهم حب، ولكن هذا طريقة الحب يجب أن يترجم إلى قضية يعني تخدم المصلحة الحياتية بشكل عام. شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا الآن إحنا وجود أطفال، يعني دائما أنا أركز على وجود أطفال. عندما يتخاصم زوجين ما عندهم أطفال، المصيبة بسيطة، كل واحد يروح بطريقة وتنتهي المشكلة، هو يتزوج يتزوج. ولكن عندما أول طفل تتحول المسؤولية من مسؤولية ذاتية إلى مسؤولية مشتركة، أصبح معاكم الآن أطفال، هسه أنت تخلينا يروح بكيفه تخلينا، ولكن لا، هذا عمر أختنا الفاضلة. شنو العمر؟ يعني باكر أنت جوز تتزوجين أو هو يتزوج، وهسه إحنا بعدنا على قولة هن يقول بعدنا حرة صواب، ولكن من مرور الأيام وراح أشوف طريقة أكيد، وأنت مش شوفين طريقك، فراح يكون هناك زوج جديد قد لا يتقبل أولادك، وتكون زوجة جديدة قد لا تتقبل الأطفال، وبالتالي ضحيتنا هم الأطفال. أنا ماذا أنفع بحبك، وماذا أنفع باحترامك، وماذا أنفع بمدحش إلى الزوج، وكذلك بالنسبة للزوج، أنا عند الأطفال خسرتهم. لذلك يجب أن نعيد تفكيرنا أختنا الفاضل، خلنا نعيد تفكيرنا. ستقول لنا فصلنا، لا، أنتم مثقفين، طلاقكم ثقافي، رجوعكم ثقافي، أنا متأكد هذه الأسباب اللي أنا سمعتها من جنابكم أسباب بسيطة تحدث على أي واحد، وجزء أنا حادثة معاي والمستمعين حادثة معاهم، لأن إحنا بالعراق ما نركز على التوافق النفسي والتوافق العاطفي، خلينا نكون واقعيين، إحنا نركز على قضايا مبدئية، قضايا مصيرية اللي هي الشرف والسمعة والعمل والإيمان، هذا من القضايا الرئيسية، هاي القضايا متوفرة بيكم، إذا عندنا أساس قوي. لذلك هذه الأشياء سمعنا نسميها كمالية مهمة جدا، ولكن أنا ما افتهمته وما افتهمتي زين. شو افتهمتي أختي الفاضل من وراء ما أنجبتي؟ هذا يعني نقطة تسجل ضدك، بأن إحنا كثير من المسائل عندما درسناها نشوفها، ليش تطلقين؟ والله مو حلوة يا بس، صالك من زوجك 15 سنة، زين أنت شنو تتباوع عليها صالك فترة، هسه يلا اكتشفتها مو حلوة، أو هسه اكتشفتها ما فهمتني، أو هسه اكتشفتي هو بخي. فإذا هذه الاكتشافات النفسية قد تكون في يوم الخطبة أنت تكشفيها، ثاني يوم، أول سنة، ثاني سنة، مو صار عندي أطفال. لذلك أنا حسب رأيي أنكم يعني سهلين للرجوع، لأنكم مثقفين مؤمنين، وأنت دائما تقولين أنا، والمفارقة بأن صاحبة المشكلة في نهاية الكلام تنصح البنات بعدم الطلاق، بعدم خراب البيوت، وهي طلقت وهي راح تأثر على هذه الجانب. إذن إحنا ما نريد هناك ازدواج بالشخصية، إحنا نريد تكون أم مثالية، تكوني تتحملين خاطر أولادك، تتحملين الخاطر بيتك، تتحملين الخاطر سمعتك، تتحملين الخاطر أشياء كثيرة جدا. أنا أشكرك على هالشفافية مرة أخرى، وحسب رأيي كباحث اجتماعي رجوعكم أفضل من بقائكم مطلقين، لأن المشاكل في المستقبل أنت لا ترينها، أنا أراها كباحث اجتماعي صعبة جدا، خاصة إذا كانوا أطفال، وهي الأطفال تكبر ما ظل نفس العمر، يكبرون ويدخلون مدارس وكليات، ويكون هناك شرخ في حياتهم اللي هو تفكك الأسر عندهم، راح يكون شئن أم أبين. احنا بالقانون هنا القانون من الزوجة من حقها نفقة للزوجة 3، نفقة ماضية ومستمرة ومؤقتة لحين حسم دعوة النفقة. بالنسبة للنفقة الماضية للزوجة تكون خلال مدة السنة، يعني هاي السنة إذا مثلا 3 سنين 4 سنين هي لها نفقة سنة الماضية، حتى لو كانت متزوجة، يعني في ذمة الزوج، يعني إنه هي لازم تكون نفقة الماضية من ذمة الزوج. وهنا النفقة، إحنا عندنا كفد موضوع مهم جدا، موضوع شروط النفقة للزوج للزوجة، إنه تكون إنه هي من تطلع من دار الزوجية، إنه يكون دار الزوجية هو دار، يعني إنه يعني شلون نقول إحنا دار الزوجي الشرعي للزوج، إنه هي فقط هي الزوج والزوجة. هنا أنا شوي حتلاقي الزوجة صعوبة على أن تثبت النفقة إلى، أما إذا كان هو عايش مع أهله وتطلع الزوجة من الدار الزوجية، سواء كانوا موافقة الزوج أو بدون موافقة الزوج، أنا في هيك حالة الزوجة راح تستحق النفقة، لكون إنه هذا يعتبر دور غير، يعني دور غير زوجي غير شرعي، تمام؟ وتحصل النفقة إلى ماضي مثل ما تفضلت إنه ماضية
وراها مستمره يعني لحد ما يصير طلاق او مثلا يصير الصلح بين الطرفين. ومؤقته مرات دعوه النفقه تكون تطول يعني ما تبقى مثلا شهر وشهرين. هاي شوي احنا نعاني من عدة مواضيع المواعيد ومواعيد الدعاوي كون زخم عن المحاكم مواضيع المواعيد الدعاوي. فهنا المرات الزوجه كون انه ما عدا يعني انه معيل شرعي لها حتى يعيلها ويعيل اطفالها فتطلب نفقه مؤقته الحين حسم الدعوه. هاي اثناء المرافعه نقيم دعوه نقدم للمحكمه طلب انه ناخذ قرار من المحكمه نفقه مؤقته وروح دائره التنفيذ وننفذ عليه نفقه مؤقته الحين حسم الدعوه. تمام هاي باب نفقه مؤقته. اما بالنسبه للاطفال فالاطفال يستحقون النفقه من تاريخ اقامه الدعوه مو من تاريخ زعل الزوجه. الزوجه هنا مثلا صار 6 شهور طالعه من بيت رجلها تستحق 6 شهور الماضيه كليتها. اما الاطفال لا من تاريخ اقامه الدعوه تستحق النفقه. وهنا بهيك حاله مثلا مرات تواجهنا انه الزوج مثلا كاسب او موظف. اذا موظف راح احنا نعتمد هنا على شريط الراتب الخاص يعني بعد ما مخاطبه المحكمه الدار اللي تابع لها. وهنا راح نشوف قيمه الراتب الشهري له على اثره تنحسب نفقه له بعد ما تنحال الى خبير ويقدر قيمه النفقه للزوجه وللاطفال. اما اذا كان كاسب فهنا الزوجه لازم ان تثبت امام المحكمه انه الدخل الشهري انه يعني مبلغ قدره يعني مثلا انه حالته الماديه تكون ميسوره أم حالة مادية غير يعني حالة مادية جيدة أو غير جيدة. على أثرها هنا تستحق هنا على أثرها تقيم قيمة النفقة للزوجة والأطفال. وبالحالة دائما أكثريته أما يصير باتفاق الطرفين يعني باتفاق الزوج والزوجة على المبلغ أمام المحكمة أثناء المرافعة. ومرات من يكون أكو مثلا يصير عدم اتفاق بين الطرفين هو إذا منتسب أو أهم موضوع يكون موظف بالدولة سواء منتسب او ضابط او دكتور ان هو ما دام مثبت بالدوله وعنده راتب شهري ومتخاطب المحكمه الدائره مالته تجيب الراتب تمام على اثرها المحكمه تخصص مثلا اذا راتب مليون او مليون ونص او مليونين شوف هو شريط الراتب مالته قد راح يبين عنده على اثرها المحكمه اذا مثلا ما عنده التزامات يعني مثلا انه مثلا مرات بعض يعني بعض المرات يكون انه الزوج يقول انا مثلا والدتي مريضه، انا عندي التزامات، انا سلف او مثلا ايجار البيت، انه كون هو معيل عائلته الوالدته والوالده كونوا كبار بالسن وما عندهم احد يعيلهم، هاي المحكمه تنظر إلها وخاصه الخبير المحكمه اللي حتحول للخبير القضائي لحسب النفقه، هنا ينظر إلها بس لازم ينظر ايضا ينظر للزوج ينظر للزوجه وينظر للاطفال، لان الاطفال تعرفين انه هو الاطفال اذا مثلا اذا يجوز بكم مرض، مستشفى، حالة اجتماعية معينة خاصة بيناتهم، هذا الموضوع المهم من الخبير راح ينظر إليه. فبالحالتين يعني في كل الأحوال سواء كان موظف أو أنه مو موظف المحكمة أنه تحكمه بنفقة أنه يكون ملزم أن يدفع النفقة للأطفال وللزوجة. هذا الموضوع يعني أنه خلاص ما دام أنه صارت هي أنه طلعت من البيت أهلها زعلانة فالموضوع النفقة تكون ثابتة. بس في حالة أنه ذا الزوج كان ساكن زوج دار الزوجية شرعي أنه هو بين زوج وزوجة فقط بدون ما يكون عند أهله وهي طلعت بدون موافقته طلعت دون موافقة الزوج هنا أنا نقيم دعوة نفقة الزوجة هنا أنا راح تبدي الزوجة تثبت إنه هي طلعت من البيت زعلانة وبموافقة الزوج. لا إذا الزوج قدر إنه يثبت للمحكمة بطريق شهود أو عن طريق أي إثبات إنه قدر يثبت للمحكمة إنه هي طلعت زعلانة بدون موافقته ودون علمه تمام هنا المحكمه راح يعني في بعض الاحيان انه ما تحكمها بالنفقه ومرات يقيم الزوج دعوه مطاوعه اثناء دعوه النفقه تمام فتتوحد دعوه المطاوعه بدعوه النفقه. في بعض الاحيان المحكمه انه توحدها لمعرفه الزوجه هل انه الزوجه ترجع البيت الزوجيه والبيت الشرعي او ما ترجع. انه اذا رفضت فبهذيك الحاله راح حتفقد شرط من شروط انه تستحق النفقه كزوجه. هذا من باب انه نفقه لها احنا قلنا من تاريخ اقامه الدعوه من ماضيه ولحد تاريخ اقامه الدعوه مستمره، اما بالنسبه للاطفال من تاريخ اقامه الدعوه. كنت رفعت قضيه نفقه تاخرت بالتنفيذ لو استلمتي راسا شنو اللي صار؟ اي شهر لا ما تاخرت لا ما تاخرت كانت شهرين وكسبت القضيه. وهو انسان متفهم يعني هو بالاخير الاطفال مو الي يعني هو بالاخير اطفاله كانوا يعني صغار بالعمر هذا اللي يحتاج الى حفاظات هاي تحتاج الى كان مدرسه وهم كانوا عايشين ببيئه كلش حلوه يعني والدهم من
رغم بس احنا من فلسطين، لكن انا ما اقدر انكر انه هو احتضن اطفاله، يحب اطفاله، يعني عيشته كانت تمام. انا ما عندي اشكال وياه، انا لحد هذه اللحظه ما عندي اشكال وياه. احنا صار سبب وصلنا لهاي المرحله. ماكو امراه اليوم تخرب بيتها، بس اكو سبب، اكو عوامل انا من حقي احتفظ بهن لنفسي، ما من حقي انا كل شيء اظهر. بس اساسا هو عدم التفاهم. من يجيك عدم التفاهم حسبي وراها المشاكل بدت بالتدريج. تمام، زين اجراءات الطلاق، احنا قلتي انا هسه مطلقه يعني ما بقيتي على النفقه، اكيد رفعتي قضيه طلاق، شلون صار الطلاق؟ بعد سنتين صارت بيناتنا مكالمه تليفونيه انه الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اتصلت قلت لا انا اريد انفصل، انا باقيه معلقه. شو يعني هذا يريحك؟ خلي نعم يريحني. يعني انا يمكن تضحكين اني اكثر اسرع امراه طلقت، وعدم يعني مو ازعاج ومو مشاكل، لا 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 ابدا، تفاهم كان كله، مع انه سبب الطلاق عدم التفاهم. وعدم التفاهم، وهي هاي شر البليات ما يضحك، يعني تعرفين. اي انا بدي انفصل، قلت لي هذا اللي راح يريحك. طبعا هو فتره زواجنا ماكو مريه ما انضربت، امراه ما انضربت، لكن اني نسبه قليله كلش، يعني كان انسان نقول عدم ما يمارس الضرب وياي، انسان متفهم. راح المشاهد اني انا اي لا ما ماذيني ابد، ما اذاني. واليوم احنا ورانا اخره، لازم نذكر الايجابيات مالته. احنا السلبيات الوحيده اللي مرت بحياتنا عدم التفاهم في الفتره الاخيره، يعني بين قوسين الفتره الاخيره، لكن الفتره لان احنا قضيت انا من عمر، انا من عمر 17 سنه مع تحت جنحه، فهمتيني؟ يعني عمر هنا نرجع، هنا الزوجه قالت باتفاق الطرفين، هنا من حيكون اتفاق الطرفين؟ راح يثبت الاتفاق بين الزوج والزوجه فحيتم الطلاق، تمام؟ هي الزوجه من حقها ما تتفق، من حقها انه ما تتفق بهذا الموضوع، تستمر مخيره بالضبط، ما حتكون مسيره، حتكون مخيره بالاتفاق اللي تريده، وراح تاخذ حقوقها بصوره صحيحه. اما اذا كانت هي هنا تجهل القانون وما راح تتجه بصوره صحيحه للقانون او تكون ياها محامي، فهنا بهيك حاله راح تخسر هواي حقوقها، ودليل انه هو صار باتفاق الطرفين وقام يعطيها كل شهر مبلغ بسيط ووافقت على هذا الموضوع، مع العلم هي خسرت هواي حقوق من حقوقها، مثل المؤخر وان كان هذا قانون، هذا حق، هذا حقوق. مرات احنا بعض الاحيان تجينا الزوجه تريد تتنازل حتى عن الطفل امام المحكمه نفس دعوه المخالعه، نفس دعوه المخالعه تتنازل عن الطفل، وهذا موضوع اهم يعني كون انه تجهل القانون فتتجه لهذا الاتجاه، مع علمهم الطفل من حق انه حضانته يكون للزوجه مو للزوج، يعني كون انه هو هي اللي تربيه، هي اللي تكون معيله الى الطفل، تمام؟ فهنا انا بهيك حاله اذا صار اتفاق للطرفين بين الزوج والزوجه، إن انا ما احنا بهيك حاله انه خلاص المحكمه راح تتجه بالاتجاه، ما دام انه الزوج راح يرفض صيغه الطلاق والزوج راح انه تستمع وتوافق وطاها المبلغ، هاي خارج المحكمه انه طاها المبلغ، خلاص ينتهي الموضوع وتمشي الاجراءات مثل ما هم متفقين بين طرفين. اما اذا ماكو صار اتفاق فراح نرجع نفس الموضوع، تقييم دعوه نفقه والاثاث الزوجيه، واذا مثلا على المذهب الجعفري المؤخر، وتمشي تاخذ حقوقها تستمر بحقوقها اجراءاتها بالضبط. صار الانفصال، صار خلع. خلع لكن هو يعني مخالعه. لكن هو بالناس وبين اوادم. نصف الحقوق اليه يعني؟ هو باعي، كان بالتراضي بيناتنا. هو ابن اوادم. شال مبلغ من المال وانطاني. يعني مو المؤخر لا مو المؤخر، مبلغ بسيط من المال. قبلت لان انا رايد انفصل. انا بهاي السنتين انا اسست بها حياتي. لا تستطيع ان توفر حنان الاب ورعايه الاب وقياده الاب وشخصيه الاب، لان حتى لو تلاحظين كل فتاه بابيها معجبه. القياده للاب تكون ضروريه جدا في الاسره. انا لا يعني هذا انا انفي دور الام ابدا، لكن تبقى المراه محتاجه الى الرجل، محتاجه الى السند وحتى نظره المجتمع. وهي ذكرت هذا الشيء، انه هذا خط احمر، انه المجتمع سوف ينظر لها مطلقه، حتى بناتها في المستقبل ما عندما يتقدم لها الشاب ما يتقدم لبنت المطلقه، يتقدم الى البنت الاسره المتكامله. فاذا هي وضعت بصمه سلبيه على بناتها مقدما، وبالنتيجه ماذا يكون؟
يكون انه هي حطمت مستقبل بناتها. اما نوعيه التباهي ونوعيه انه الادعاء بالكمال والكذا، هذا عذرا اسمحي لي ان اقول هذا الكلام، هذا هو الهروب من الواقع، ويجب الانسان ان لا يهرب من الواقع بل يكون واقعيا امام نفسه ومتحدي للصعاب. حسنا نرجع للسؤال المهم جدا، أنا هواي حالات صورت وياهم، وصلت إلى 20 حالة، بعد ذلك جتنا سارة الخطيب، يعني من خلال متابعتكم للبرنامج، جرتي إنه يظهر الصوت والشكل، ليش؟ السبب إنه يظهر، طبعاً هواي توجهت لي دعوات، لكن كانت ما تخص المرأة، اليوم لا تخص المرأة. هذا البرنامج. المرأة اليوم تخص المرأة بهذا البرنامج، ومعاك ست الكريمة. السبب الرئيسي انه تحطين بصيص امل للمطلقات، وبنفس الوقت تنصحيهم. تنصحيهم من ناحيه محورين. المحور الاول انه ما بعد الطلاق اهلك ما قبل الطلاق. يعني لا تتصورين انت نفسك من انت مطلقه بمجتمع منغلق راح تاخذين حريتك، لا ابدا. راح تسبب لك قيود، تقعدين تفكرين ألف مرة، تقولين يا ريتني لو ما طلقت، يا ريتني لو ما انفصلت، بسبب العقول الجاهلية. مريت هواية. أنا بالنسبة لي المعاناة اللي عانيتها بعد الانفصال أكثر مما قبل الانفصال. أنا قبل الانفصال بنية بتبيت متعاونة ويا طليقها، يعني حياتهم حلوة على الحلوة وعلى المرة، ما كلش حياتنا كانت كلها حلوة ولا كلها مرة، بس هي بنت الحمولة تتحمل حلوة والمرة، واحنا كنا. لكن ما بعد، خلينا بالجانب، ناخذ مساحة أكبر ما بعد الانفصال. هسه نجي ست سارة، يعني ما بعد الطلاق، يا ريت أعرف الحال هسه شلون صار بعد الطلاق، تفضلي. قدرت أوقف لين أكو كان إصرار بداخلي إنه مو نهاية العالم هاي، إنه أني أقدر أحقق شيء. أنا قبل ما أنفصل كونت بيت وحدي وأثثته، ما خليت أطفالي معتازين بكل شيء. ما أقولك بسبب النفقة، صح كانت النفقة معيل إلي بس جزء بسيط. عملت وكونت نفسي وبلشت من الصفر بهواي شغلات، بلشت بيها من الصفر. قلت لا خلاص مو اليوم نهاية العالم. والتربية اللي واجهتها يعني تعرفين كوما ظروف مرينا بيها، صدقيني ما بعد الانفصال كان أصعب بهواي ما قبل الانفصال. يعني أنا عندي نصيحة لكل امرأة، أنه تقدر إذا تقدر تحتوي على عائلتها وعلى بيتها وترجع التفاهم بينها وبين زوجها، لا تنفصل، لأن اللي راح يوجهك ما بعد الانفصال أكثر ما قبل الانفصال. يعني نقول إحنا أكو مثل يقول ظل راجل ولا ظل حيط. اليوم إذا لبستي تحجون عليك بسبب أنه أنت مطلقة، إذا طلعتي يحجون عليك بسبب أنك مطلقة، عملتي بسبب يحجون عليك أنت بسبب مطلقة، أي مكان صارت عليها خط أحمر المطلقة، ليش؟ ما هو لا أنا مخش إنسانة ولا هو مخش إنسان، إحنا سبب ظروف، ماكو اهتمام، ماكو كان وعي، ماكو كان يعني ثقافة، ماكو، هاي انفصلنا عادي، وهو حلال، أبغض الأشياء عند الله، لكن حلال. بس تجيك المجتمع ما بعده، المجتمع اللي يؤدي إلى نوافذ هواي سلبية. لكن كل امرأة تقول أنا لا والله أقدر وأقدر ما أقدر أبلش حياتي من جديد، ما أقدر أشتغل، ما أقدر، هاي أنا بسبب مطلع. لا، هذا تفكيرك سلبي سلبي. أنت اليوم شوفي الحياة طبيعتها، عيشي عمرك أنه اليوم اللي راح تعيشيه هو يوم، هذا اليوم إذا راح من حياتك بعد ما راح يرجع، عيشي بيومه. أنا ضد إنه الفسوق وضد إنه هاي، عادي إنه تعيشين يومك بما يرضيها الله، لكن بنفس الوقت بإيجابية. ليش دائما السلبي مخيم على المجتمع العراقي؟ لا، الحياة اليوم حلوة، أكو بيها شغلات إيجابية. يمكن صح قلوا أهل الخير بس موجودين. ما أقدر أقول لك غير كلمة شكرا للمشاركة ولهذا الوعي، وهذا أكيد هدفنا بالبرنامج حتى نوعي بناتنا، والطلاق هو مو الهدف الرئيسي، وإنما ممكن الحياة حتى مع المشكلات أنه تستمر بمعالجة هذه المشكلات. شكراً لك ست سارة. أنا اللي أشكرك لأن أعطيتيني مساحة من هذا البرنامج أنه أقدر أوصل بي له رسالة كلش بسيطة وكلش صغيرة،
الجميع امرأة هنا بالعراق وحتى على مجتمع العالم العربي، لأن احنا مجتمع العالم العربي منغلق، لكن اكثر مجتمع منغلق هو المجتمع العراقي. يعني اتمنى يكون ثقافة توعية اكثر، ثقافة توعية اكثر، يكون البرامج انه ما تحث على الطلاق، لا انه تحط بصير امل ترى العائلة سعيدة، العائلة حلوة. اشكرك واشكر القناة. انت الان خلينا نكون واقعيين، انت الان ما عندنا احنا المؤسسات اللي نستطيع، يعني اني خلي اساهم في 10 او 15 شاب، زين احنا باليوم كم واحد يتزوج عندك؟ هل ممكن استطيع اني كل هذولا؟ وثم اني ما عندي الامكانيه ولا عندي الدعم الحكومي. هذا يحتاج الى دعم حكومي كبير، يحتاج من المؤسسات، من العمل والشؤون الاجتماعيه، من وزاره الرياضه، الحكومه ان يكون لها مقرات الدعم. اما الان تلاحظين هي حكومه اصلا هي ما لها وجود، فكيف تعمل على بناء الانسان؟ هي مبانيه نفسها، كيف تبني الانسان؟ هي ما عندها خطه لحياتها، ما عندها خطه لدولتها، فكيف تضع خطه لبناء الانسان؟ فاحنا نحتاج الى امور كثيره، لكن احنا بالمقابل نطلب من الاسر العراقيه تحاول قدر المستطاع ان تحافظ على القيم الأخلاقية للأسرة، القيم الأخلاقية للفتاة، للبنت، للولد، أن تضع له ما هي الحقوق وما هي الواجبات، ما هي الأمور الدينية التي يجب أن يعلم بها ويتحفظ عليها. بين قوسين أكو عندنا كلمة انسرقت من المجتمع، بل الله يرحمها، كلمة عيب. زواج الأقارب بالعادة ينمو بطريقة تدريجية باعتبار تقارب العائلتين هو الأساس، من بعد ذلك يصير حب وعشرة بين الزوجين ويكونون عائلة أساسها الحب والتفاهم والحياة السعيدة. ولكن هل في ضمان لاستمرار هذه الحياة السعيدة؟ بالتأكيد ماكو ضمان لبقاء السعادة نتيجة الظروف اللي يمر بها البلد، وخاصة عند دخول داعش للعراق أدى إلى تفكك كثير من العوائل، وبالتالي زادت نسبة الطلاق والقضايا الاجتماعية بالمحاكم، وذلك حسب قول المتخصصين. أما أسباب الطلاق عديدة، ويعتبر سوء التفاهم بالمرتبة الرابعة بجدول أسباب الطلاق حسب قول الخبراء، وتقدر نسبة الطلاق بسبب سوء التفاهم 3.6%، أي بمقدار 1445 حالة طلاق. وأكيد سوء التفاهم يعتريه بعض التنغيص لاختلاف الشخصيتين، وكون كل واحد من الزوجين ربما كان يأمل في أحسن من ذلك ويرغب فيما هو أرضى لنفسه في أمر من أعظم أمور حياته واللي هو مشروع العمر.